أعمل في عالم المسابح منذ أكثر من 40 عاما، وبدأ تاريخ المسابح في عهد اليهود، وكانت تستخدم للعبادة في المعابد، وكانت تتكون المسابح من 1001 خرس، وحسب قولهم كانت عدد الكلمات التي تتحدثون بها موسى للرب، وانتقلت إلى كنائس المسيحية، وكانت عدد الحبات 33 حبة، لأن كان عمر العيسى حسب قولهم 33 عاما، ثم انتقل إلى عهد النبوة الإسلامية، وكانت مسابحهم 99 حبات، عدد أسماء الله الحسنى من ذلك الوقت. طبعا الآن في عصر الحديث المسابح تستخدم للعبادة والكماليات أيضا والتجميل، وأنواع السبح من حبات الخضراء المشهورة في كردستان العراق، وأيضا مصنوعة من الأحجار الكريمة والكريستال، وأسعارها تتفاوت من دولار إلى 10,000 دولار. زور لرا هنا النية أستاذ. هو تسبيح الرأي زور بين الخلق حزي بس. بس أوصال معنا بحج ورقة ودورقة. نعم هو. بلين دور. لو خوي بازار يعني. اكو شاب يستخدمون على الجمالية زين، واكو شايب يستعملون للذكر 101 يسوون به لا إله إلا الله. اللي يستخدمون الكردستان السليمانية قزوان أول شيء وكريستال، اللي يستخدمون للعبادة وللجمالية وهي شيء يعني صار مثل عادة قديمة.